وهلا راح احكي لكم عن الشرطة مرة شلون ألقوا القبض علي. ألقوا القبض علي، لا وقفوني أحسن. وشلون مرة كمان ناس، ما بعرف، شرطة، مخابرات، ناس حرامية، ما بعرف، فاتوا على بيتي وأنا مو بالبيت. المرة الأولى كنت راجع من عرس لحالي، طبعا ما كنت لحالي، رجعنا اثنين انا وواحد تاني. نزلني عند البيت وقلت له الله معك الساعة 3 الصبح، وانا بعدين نزلت ومشيت على البيت. طلعت بالمنطقة، في شفت هيك على العتمة تقريبا، وفي لمبات، ما لمبات، سيارتين ثلاثة بوليس، وسمعت كمان واحد بعد ما مشيت عم يقول كواني جاي باتجاهكم. أنا مشيت عادي، يعني واثق من حالي، ما سويت شيء. برنت على البناية بدي فوت على البيت، فتحت الباب بالبراني تبع البناية، ولا اثنين ثلاثة بوليس، واحد على الدرج وواحد بالزاوية مع مسدسات ومتهيئين، مثل لما واحد بده يرمي ماسكين مسدس كل واحد بالإيدين. أوب ما هندرنا، والله رفعت إيدي أطلق حوالي العرب، تعريني مجرم ومالي خبر. كنت كتير بحالة مثل هاي، لازم واحد ما يتلبك يكون هادئ الأعصاب. قالوا لي بدنا فتشك، قلت له تفضلوا. ورغم ذلك حذرين، قلت بلكي هلا بدي انفجر فيهم. فتش من تحت رجلي لفوق، طمأن، ولسه التانين مع المسدسات والمجهين. وين عم تسكن؟ قلت له بالطابق الثاني. وين كنت؟ قلت له كنت بعرس هون عند الكنيسة الفلانية. اوكي، ما سمعت شيء؟ قلت له لا ما سمعت شيء. طلق هذا؟ قلت له لا. نقدر نجي نفتش البيت عندك؟ قلت له طبعا، بس بشرط بدي افوت اول مرة افيق مرتي وربما الاولاد كمان، عشان تعرف شو في مون، والله تفتح عينها ولا بوليس فوق راسها. قال اوكي. قلت له بعدين اسمح لك تفوت. اوكي، والله رحت فيقت مرتي، قلت له البوليس بده يفوت يفتش البيت، فيه مبين فيه جريمة حولنا. قالت اوكي. كان الاولاد نايمين، فاتوا اثنين بهدوء طبعا، فتشوا البيت كله، التواليتات بلا مؤاخذة، تحت التخوت، الخزانات، عند الباب. طلع تشكرني، قال اذا تحب تقدر تشتكي بكرة علينا. قلت له شكرا وراح. سمعنا انه كان صار بعدين تاني يوم، انه كان صار طلق رصاص ومنطقة ما، وانجرح واحد او قتل، ما بعرف اتذكر. والشخص هذا هرب باتجاه منطقتنا. هاي كانت الحادثة الاولى. اما الحادثة الثانية، انا لما اخذت اقامة مرتي كانت طبعا بالمالكية سورية، اعطوني بيت مؤقت صغير، بيت صغير كتير بالزور، كان يسع على تختي وطاولة صغيرة، وكان فيه حمام وطبعا مطبخ صغير بلكي متر ونص بمتر.
وكان في خزانة كمان صغيرة تبع الألبسة. يوم الأيام بدي أطلع، طبعا جديد هونيك ساكن ولا عند الباب، سكرت الباب طلعت لبرا، شفت واحد من سوريا عرفني، أهلا أستاذ إلياس شو عم تسوي بالمنطقة هاي؟ قلت والله خاطوني بيت هون وأخذت إقامة. مبروك مبروك. والله عم يتجه لمرته بيقول لها ها مليح ما كبينا هذاك التلفزيون، والله بدي أروح أجيبه، بيته قريب كباكي خطوتين. راح رقد راح جاب لي تلفزيون هيك صغير مثل هاد. ايش في هاد؟ قال قلنا بدنا نكبه، مليح اللي شفناك والله خير. قال ياو وهما خربان وي ايه، شوف اذا يتصلح يتصلح، ما يتصلح بدنا نكبه. انا خجلت لانه ما اصلح هيك شغله، ايش تاخذ منه يعني اذا صلحت واصلحت، وتعال افتحه وسكره، هذا فتحه واغلاقه كثير صعب كمان. اخذته منه خجلت، اخذته منه حطيته جوا، قلت له اوكي هاليومين بدي افتح لك، افتحه واطلع عليه. قال اوكي. عجلنا طلعنا ركبنا بالباص، هو راح لمنطقة للسوق، واعتقد انا رحت جيت على مجلة حيودو كان اشتغل هنيك النادي الاثوري. المساء خلصت رجعت كمان بالباص، جيت على البيت اول ما فتحت كنت لحالي طبعا، اول ما فتحت الباب فتت لجوا عم بشم ريحة طيبة، عم الصبح ما كان في، امبارح ما كان في الريحة هاي. شكيت انه في ناس دخلوا لجوا، طلعت هيك كان في قصيده كانت طويله شوي عم بكتبها، اطلع ولا مخربطين ما كان حطيت الارقام يعني صفحه 2 3 4 مخربطين القصيده كلها، حطوا بدايه ونهايه وبالوسط. قلت والله هدول معناتها مصورين القصيده. كان خبيت لي شويه مصاري بمكان، حطيته بظرف صغير وطبقته منيح وحطيته لزق من هالعريض ولزقته تحت الخزانة. قلت الحرامي حتى إذا فات لجوه ما يشوفون، لأنه ما كان أحطهم بجيبي لأنه سرق لي مصاري بمكان، ما 1000 كرون ما أنساها طبعا. وبعدين أعتقد عرفت مين أخذها كمان، بس ما في إثبات. وسألت ناس كمان كانوا أصدقاء، قلت لهم والله هيك سأقال ما في غير فلان من الناس، وتاني مرة لا تسوي هيك. أوكي وراحوا، وبهذاك الزمان كنا بحاجة لهيك مبلغ يعني. حطيت يدي تحت الطاولة تحت الخزانة ولا المصاري موجودين، طلعت بالتلفزيون ولا مفتوح التلفزيون، انا بيدي حطيته بعرف مسكر كان، راديو يسكروه فتحوه وما قدروا يسكروه. اللي بيفهم بك تلفزيونات خاصه مسطحين، في له نكشتين، التلفزيون في له نكشتين صغار تحت، اذا ما يكون مفكين مع بعض او معلقتين طوال ويتقرص ويحط يسوي هيك شوي وتحطه الغطاء ما يتسكر، وحاولوا يسكروه بقي شيء نص سنتي مفتوح. شكوا انه هذا اكيد اللي جاب لي التلفزيون، في جوات التلفزيون شيء اوراق ما اوراق. المهم ما كان عندي تليفون طبعا وما بعرف بيته هذا وين هو. رحت على حيوده ثاني يوم الصبح، تلفنت له لهاد، دبرت تليفونه طبعا كان اخذته منه ودبرته. فلان ايوه استاذ الياس، قلت له بدي اسالك سؤال جاوبني بصراحه. قال تفضل. قلت له انت مراقب من شي جهه؟ قال ليش؟ قلت له يا اخي اعتقد الناس فاتوا عندي على البيت وصوروا اوراقي وصوروا كل شيء عندي بالبيت وفتحوا التلفزيون اللي جبت لي هو وما قدروا يسكروه، وهذا بدي كبه التلفزيون هذا. قال كبه.
قلت له بس ما قلت لي. قال بعدين احكي لك. قلت له على كل حال في شغله ثانيه بدي اقول لك اياها خيو، لا تلفن لي ولا تشوفني ولا تقول لي مرحبا من هلا بعد، ولا تجي لعندي على الحيوده على الوعد انه بتيجي لعندي. تعرف ليش؟ لانه انا ما صار لي بألف يا ويل 4 سنين وشوي الى ما اعطوني اقامه وبطلعان الروح. قال اوكي. وهذاك يوم وهذا يوم ما سمعنا اخبار بعض، وهيك تنتهي حلقه اليوم. اتمنى تكون قصيره لانه في بعض الناس عم يشتكوا انه والله مرات عم تسويها طويله. وعلى كل بدي اقول انه مذكراتي مرة تطلع هيك ومرة هيك، وعم بخلي حالي شوي بحرية، ومرات عم بنسى شغلات تطلع معي غلط أخليه قصدا، ومرات عم بذكر أسماء عم بشيل. بتشوف إنه شلون بيصير القص، وما عم بهتم حتى بالمونتاج والدوبلاج، بس أريد أخلص منهم بيني وبينكم. وأقولكم هلا الجملة المعتادة، باي باي.